انتهت مأساة المواطن التركي طوفان تكيا والتي بدأت في منتصف آب الماضي عندما خطف على يد الجناح العسكري لآل بغداد. فعاد طوفان إلى بلاده وعائلته سليما ومن دلمن، ووسط استقبال حافل من أهله وأصدقائه وصفت خطفه بالصعب. بالطبع كانت يعني حدثت صعوبات كثيرة طوال الأيام والدقائق والثواني. أحيانا كان الوضع جيدا وأحيانا كان sayıyorsunuz, saatleri sayıyorsunuz, dakikaları sayıyorsunuz, gelişmeleri takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten efendim saat bizim için çok uzun bir süreçti bu. Tufan Bey hangi yemeği seviyor? Tufan Bey hangi yemeği seviyor?